ولا زالت الكوارث الطبيعية تنهال على كوكبنا العزيز، حيث اجتاحت هذه المرة فيضانات اجتاحت ماليزيا، وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من العاصمة الماليزية كوالالمبور. أظهرت اللقطات التي صورتها طائرة بدون طيار، ووضحت حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة غارقة، كما نشاهد وظهرت أيضا عمليات إجلاء لبعض السكان لبر الأمان وسط هذه الفوضى. استخدم المنقذون القوارب الخشبية والمطاطية للتنقل في الشوارع التي غمرتها المياه بكل تأكيد نتيجة هذا الإعصار وهذه الفيضانات. نتابع. كما شاهدنا مشاهدينا، أجبر عشرات الآلاف على النزوح من بيوتهم في ماليزيا بعد فيضانات كارثية هي الأسوأ منذ عقود على الإطلاق، وأدت إلى خراب واسع وخلفت 7 قتلى على الأقل. ندعو لهم جميعا بالنجاة من تلك الظروف المناخية الصعبة.